تتوسط الأوراس وكأنها أيقونة في قلادة. ذهبنا لاكتشافها فقلنا هي مدينة لا تكفيها الكلمات ولا تصفها العبارات. ثمقال المكان الجميل والثمقوت المكان المرتفع، هي معاني وتسمية أصلية لمدينة ثمقادي أو ثمقاد الأثرية. بين آثارها الشامخة أقواس نصر، أعمدة تحاور السماء، ساحات، أسواق ومعابد، كلها تقاسم تعيد رسم الحياة في رحابها. عدد سكانها في يعني أوج تطور المدينة بلغ إلى 15,000 نسمة، أي ما يعادل 300 نسمة في الهكتار. المدينة كانت ذو نشاط زراعي كبير، وأن يعني سكان المجتمع الثمقادي كانوا ذو مستوى عالي من الرفاهية، وهذا من خلال المباني الضخمة التي لازالت أثارها باقية إلى يومنا هذا. مدينة تحفظ الرقي الثقافي والإسهام الحضاري للجزائر في العصور القديمة من خلال لمسات المعمار المحلي أوبوس أفريكانوم، والمكتبة بعلومها وكتبها، والمسرح الذي يؤلف إبداعاً يزيد عمره عن 20 قرناً. بمدينة ثمقادي توجد كثير من الشواهد الدالة على الممارسة المسرحية بثمقادي، منها نقيشة مهمة جدا تتحدث عن الممارسة المسرحية من خلال شاهد قبر لممثل البانتومايم. تتسم المكتبة بتقنية إفريقية نوميدية وهي أوبوس أفريكانوم. هنا نميز مزيج وفلسفة بين الحضارة النوميدية والحضارة الرومانية. جمال المدينة وأسرارها قادانا لنتجول في المتحف. هنا ترتسم الحياة اليومية بكل تفاصيلها وعاداتها، فحتى حبات القمح الشاهدة على النشاط الفلاحي لساكنتها موجودة هنا لتحكي المدينة، إلى جانب الفخاريات ذات الاستعمال الواسع في الحياة اليومية ونماذج نادرة من الفسيفساء من حيث المواضيع والألوان المستعملة.